تسأل هذه المستمعة فتقول: أرجو أن يتفضل فضيلة الشيخ ويبين كيف تكون طاعة الله سبحانه وتعالى في القول والعمل والسر والعلن. جزاكم الله خيرا. تكون بامتثال أمره سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، هكذا تكون طاعة الله مع إخلاص النية لله عز وجل، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويكون القصد هو وجه الله سبحانه وتعالى للرياء ولا السمعة، هكذا تكون طاعة الله عز وجل. نعم.